بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير أزر، ومن دخول النساء بأزر وغيرها إلا نفساء أو مريضة. وما جاء في النهي عن ذلك؟ عن جابر رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. وفي رواية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. وعن أم الدرداء رضي الله عنها قال: خرجت من الحمام فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فسألني، فقلت: من الحمام؟ يعني داءت. قال: والذي نفسي بيده، ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل. وهذا باب آخر يذكر فيه الحافظ المنذري رحمه الله الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير أزر. المقصد هنا من الحمام مكان الاستحمام الجماعي، الحمام العمومي، البحر، الترعة، مكان الذي يستحم فيه الناس جماعة مع بعض، هذا الحمام. وكان في الماضي في بيوتهم لا توجد حمامات بالمعنى المعروف، فكانوا يحتاجون إلى أن يخرجوا للتنظف في هذا المكان. هذا المكان اسمه حمام، معد للاغتسال، واضح من كلمة حمام مأخوذة من الحميم بمعنى الماء الساخن، يعني فكأنه أماكن يكون فيها ماء كثير ويتسخن الماء في قماخ كبيرة، ويدخل الرجال يغتسلون وتدخل النساء يغتسلن. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، حذر الرجال أن يذهب الإنسان إلى الحمام ثم يتكشف وعورة الرجل من سرته إلى ركبته، فقد يترخص البعض ويبدي شيئا من عورته. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الرجل الحمام مكان الذي يستحم فيه، كان حماما كان بحرا كان غيره، إلا وهو يرتدي ما يستر من سرته إلى ركبته، فهذا الإزار الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. النساء قال: لا يدخلن الحمام، لا تدخل المرأة هذا المكان. المرأة إذا اعتادت التكشف أو تقول في البداية حندخل وحنستتر مرة في مرة في وسط النسوة، تقول ما فيش مانع أنا معيشة لنساء فقط، ثم تتنزل شيئا فشيئا حتى تتكشف، ولا تدري من يتلصص على هذا المكان فينظر إليها. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم النساء من الذهاب إلى هذا المكان. وجاءت أحاديث في هذا المعنى من حديث جابر بن عبد الله، وكذا من حديث أبي أيوب الأنصاري، ومن حديث عمر بن الخطاب، ومن حديث أم الدرداء، ومن حديث أبي المليح الهذلي، وغيرهم ممن رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، أن المرأة تحذر من التكشف. من الأحاديث في ذلك حديث أم الدرداء، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل. المرأة تستتر في أي مكان،
إلا في بيت محارمها، يبقى في بيت زوجها، في بيت أبيها وأمها، في بيت أمهاتها، يعني تكون المرأة في بيت جدتها، في بيت عمتها، في بيت خالتها، في بيت المحارم. فإذا احتاجت أنها تتكشف شيئا فعلت ذلك، لكن تستتر عن الرجال، تستتر عن الرجال. والمرأة مع المرأة، عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة كعورة الرجل مع الرجل، أما أمام الرجال فتستتر المرأة جميعها. فيقول هنا في الحديث أن المرأة التي تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها هي هاتكة كل ستر بينها وبين الله عز وجل. يا ترى المتبرجات اللي مليين الشوارع دول عاملين إيه حكايتهم مع ربنا سبحانه؟ إيه يكون أمرهم مع الله سبحانه؟ إذا كان المرأة في بيت إذا نزعت ثيابها هتكت ما بينها وبين ربها. تنظر في الأفراح، تكون في البيوت وتروح المرأة تلبس آخر موضة وتلبس وتتشيك وتخلع عنها ثيابها، وبعدين تقعد في مكان مكان يدخل الجميع رجال ونساء ولا في ستر ولا شيء. فهنا هذه هاتكة ما بينها وبين الله سبحانه، هتكت كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل. هتكت كل ستر، إيه هتكت كل ستر؟ معنى كأنه مكتوب عليها الفضيحة، يعني تفضح هذه، هذا شيء. الستر بينك وبين الله الواقي الذي يقيك عقوبة الله سبحانه، الستر الذي بينك، فتعمل أعمالا صالحة حتى تقيك. المتقي الإنسان التقي الذي يكون عمله واقيا له من عذاب الله، إذا بهذه الوقايات بينها وبين عذاب الله بتهتكها كلها، تمزعها، ما فيش بينها وبين عقوبة الله شيء، كأنها استدعت على نفسها المصيبة، واستدعت على نفسها العذاب، واستدعت على نفسها اللعنة. لقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن صنفين من الناس لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لعن المرأة المتبرجة التي تبدي سوءتها وتبدي عورتها للخلق، لعنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلعنوهن إنهن ملعونات المتبرجات. فليحذر المؤمن أن يقصر في نصح أهله في ذلك، أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. وفرصة في رمضان للنساء أن يرجعن إلى الله عز وجل ويعتدن ذلك وتظل على ذلك حياتها كلها في طاعة لله سبحانه، ولا تهتك الستر الذي بينها وبين عقوبة الله سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. فلا يدخل، يبقى الحمام اللي مكان قد يكون الإنسان شيء من العذر، مع كده يقول له لا، لابد تستر من السرة إلى الركبة، يبقى غيره من باب أولى، في أي مكان آخر أولى. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، يعني لا يذهب بها أو لا يأمرها أو لا يتركها ويسمح لها أن تذهب إلى مكان عام يكون فيه الناس يتكشفون فيه، حتى لو قالت هذا المكان ليس فيه إلا النساء فقط، فيقول فلا يدخل حليلته الحمام. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر، كأنه من نقص إيمان الإنسان أنه يفعل هذه الأشياء، يضيع الإيمان الواجب عنده. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يجلس، يعني ما يقعدش في مكان فيه خمر، لأنه إذا قعد على هذا ما كأنه موافق، حتى لو قال أنا في نفسي كاره اللي قعدت مع هؤلاء. فالذي يجلس على مائدة فيها خمر، فيها حشيش، فيها مخدرات، الجالس عليها هو داخل في هذا الحديث أنه مرتكب معصية كبيرة. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم. التحذير من أن يكون الإنسان في خلوة مع امرأة أجنبية لا تحل له، ولا يزعم ولا يدعي أنه يخلو بها علشان يعلمها القرآن، عشان يعلمها السنة، ولا شيء، لا عذر في شيء من ذلك. المرأة لا تخلو مع الرجل، وإلا كان الثالث لهما الشيطان، كما جاء عن النبي صلوات الله وسلامه.
هذه أحاديث ذكرها الحافظ المنذري في هذا الباب، غرض منها الاستتار، أن الرجل يستتر العورة التي أمر أن لا يبديها لأحد إلا زوجته أو مملكة يمينه، فيلبس الإزار يعني الثياب الساترة من سرته إلى ركبته. طيب المرأة، وهنا المرأة كلها عورة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان فتستتر المرأة كما أمر الله سبحانه: يدنين عليهن من جلابيبهن، وأخبر ربنا سبحانه: ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية. فالغرض أن النساء يستترن لأمر الله عز وجل ولأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الرجل لا يبدو منه إلا ما أذن له الشرع بإبدائه، ويستر ما بين سرته وركبته. يقول المنذري: الترهيب من تأخير الغسل لغير عذر. هو يتكلم في باب الطهارة، التطهر بالاغتسال بالوضوء ونحو ذلك. الترهيب من تأخير الغسل لغير عذر، يعني إذا كان الإنسان على جنابة فليبادر بالاغتسال ولا يؤخر إلا لعذر من الأعذار، لا يؤخر. طيب هل فرض واجب أنه مجرد ما كان على جنابة أنه يغتسل؟ لا، الصواب أنه هذا ليس فرضا، ولكن يحرم الإنسان نفسه من خير كثير. الفرض أنه حين يأتي وقت الصلاة لازم تكون على طهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، ففيما بينك وبين الصلاة لا يجب، ولكن استحب ذلك. يقول عمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة. ثلاثة، المؤمن دائما يحب أن الملائكة تكون بجواره، يعني ما كانش الملائكة جنبك يحب الشيطان، فهنا الملائكة تكون بجوار المؤمن تحميه وتدعو له وتحفظه بحفظ الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا كان واحدا من هؤلاء الثلاثة يقول: لا تقربهم الملائكة. مين الثلاثة دول؟ قال لك: جيفة الكافر، الكافر جيفة الكافر، فيش ملائكة بجوارها، ما بجوارها إلا الشياطين والعياذ بالله. والمتضمخ بالخلوق، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ. المتضمخ بالخلوق، إن الخلوق الطيب الذي يكون للنساء اللي بيكون فيه لون، فيحط الطيب ويظهر لون ويبقى هنا طيب النساء فيه لون ولا رائحة، إلا إذا كان في البيت تضع ما له رائحة أو ما له لون، لكن إذا خرجت إلى الطريق يبقى كأنه الحناء هذه للمرأة، تجعلها في يديها، تجعلها في قدميها، فهذا طيب للمرأة وكان لا رائحة له، هذا لون. فإذا جاء الرجل ووضع لنفسه الحنة ووضع الخلوق، الخلوق هذا الطيب اللي فيه لون يلون، يبقى جلده يتلون وشه يتلون عليه صفرة عليه كذا، يقول إن مثل هذا لا تقربه الملائكة، لا تقربه الملائكة. والجنب إلا أن يتوضأ، وهذا الشاهد من الحديث أن الذي على جنابة يبادر بالوضوء لأن الملائكة تبتعد عنه، تبتعد عن الجنب لغاية ما يتوضأ. هل معناه أنه آثم؟ لا، ما هوش آثم، ليس آثما سواء توضى ولا ما توضاش، المهم أن وقت الصلاة يكون على طهارة من الحدثين. قبل وقت الصلاة لا شيء عليه، بس حرم نفسه من الملائكة. لذلك من كان على جنابة فليغتسل، فإذا كسل الإنسان عن الغسل فليتوضأ ولينام. طيب إذا كان لا توضأ ولا اغتسل حب أن ينام، لا شيء عليه، بس بيكون ملائكة ليست بجواره في هذا الوقت. من تاني في رواية أخرى يذكر: والسكران، السكران الإنسان الذي شرب الخمر ومثل المخدرات، هذا لا تقربه الملائكة، الشياطين هي اللي تبقى مع هذا الإنسان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان الذي يشرب الخمر ويموت على ذلك يلقى الله كعابد وثن، يلقى الله كعابد وثن، كأنه عابد أصنام. الإنسان الذي أذهب عقله، عباد الأصنام كانت عقولهم فيها ومع ذلك استخفوا بعقولهم بعضهم مع بعض وعبدوا الأصنام من دون الله، وهم يعرفون أنها لا تنفع ولا تضر، كأن عابد الصنم ألغى عقله. كذلك شارب الخمر، شارب الخمر ليلغي عقله فصار كهؤلاء، فيحشر معهم يلقى الله كعابد وثن. وهنا الأحاديث
على أن الإنسان المؤمن يحرص على الاستتار أن يستر عورته إلا من زوجه أو ما ملكت يمينه، والآن ما فيش ملك اليمين مش إلا النساء فقط الزوجة، فعلى ذلك يستر عورته إلا من امرأته. فلا يترخص الإنسان يقول فلان من البيت إحنا رجالة مع بعض إحنا نساء مع بعض إحنا، هذا كان كله كلام فارغ ولا يجوز هذا الشيء، ولكن الرجل يستتر ولا يبدي شيئا مما أمر بستره. كذلك المرأة على ما ذكرنا، كذلك الإنسان إذا كان على جنابه فليبادر بالاغتسال حتى تكون الملائكة معه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.